بيبقى اللقاء دمه تقيل قوي لما تقول للواحد معلش حقك عليا او انا اسف، او يعني بيبقى دمه تقيل، ما بتبقاش عارف تقول ايه. الظروف مش حلوة، الراجل مشي وكان معايا من فترة كان عنده امال وتطلعات، لكنه في الاخر هذه هي كرة القدم، وخاصة انه صديقي وانا بعتز جدا بصداقته وانا مؤمن بقدراته التدريبية. خليني ارحب وترحبوا معايا بمستر بابا فاسيليو المدير الفني السابق نادي الدجلة، النادي والدجلة. اهلا بيك، ازيك؟ I'm very well. انا على ما يرام وسعيد بلقاء سعيد بلقائك كابتن شوبير بعد فترة طويلة. يعني انا قلت في المقدمة ان الواحد بيبقى يعني في حالة حرج لما بيبقى توقيت زي ده، كنت بتمرن لحد كام يوم وبتمشي من النادي، بالتأكيد بيبقى انت كمان عندك مشاعر من الحزن يعني. نعم، ربما لم أتوقع بالتأكيد أن ما حدث من هذا الأمر، لكن كما قلت هذه هي كرة القدم، سواء كنت تقبل ذلك أو لا، ولكن عليك أن تقبل الأمر. قبلته بسهولة يعني، ولا كان بالنسبة لك مفاجأة صدمة؟ إيه اللي حصل؟ بالنسبة لي كانت مفاجأة تأكيد. اعتقدت وبعد مرور 11 شهرا أننا أنجزنا كثير من الأشياء مع وادي دجلة في جوانب مختلفة حقيقة، وعندما توليت المهمة كانت لدي أهداف لتحقيقها مع الفريق. أعتقد أن حققت أهدافي التي وضعتها في المرحلة الأولى، أن ألعب كرة قدم جيدة مع الفريق. كان هدفي الثاني أن أنقذ الفريق، والهدف الثالث كان هو دعم اللاعبين الشبان الصغار لدعمهم للعب مع الفريق الأول. أعتقد أن كل هدف سعيت لي من 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 قلبي حققته، ونجحت في أن أحقق أهدافي من هذه التجربة. خاصة في العام الماضي كان عام صعب، وكان الموقف صعب جدا، وأنا قبلت المهمة في ظروف صعبة وقاتلت حقيقة، وخلقت وشكلت فريق قوي جدا خاصة بعد عمليات الإغلاق، لأنني عملت قبل الموسم فترة قصيرة، وفي كل مباراة كنت أنظر كيف نستطيع أن ندرب وكيف نستطيع أن ننظم الفريق. الناس بتستغرب يعني، ماتشاتك كبيرة هايلة، بدايتك مع الدوري هايلة، 4 نقاط في أول مباراتين، تعادل مع الأهلي بطل أفريقيا وبطل الدوري وبطل الكاس، تعادل مع بيراميدز واحد من الفرق القوية، وفي المقابل خسارة مع فرق ما نقولش أقل لكن على الأقل قريبة منك في المستوى. هل أنت بتركز مع الفرق الكبيرة أكتر من الفرق القريبة منك، ولا الماتش بيهرب من اللاعبين؟ في البداية لو تحدثت عن النتائج الإيجابية التي حققتها مع الزمالك العام الماضي ومع الأهلي هذا العام ومع بيراميدز ومع المقاولون أيضا، ولكن يعكس ذلك عملية الإعداد والتنظيم الجيد وراء هذه المباريات. ولكن لا أستطيع أقول بأننا لم نعد جيدا لباقي المباريات في سموحة وإمبي، وأيضا في المباراة الأولى أمام البنك الأهلي كنا ربما لم نكن محظوظين وخسرنا 8 نقاط في فترة التوقف. كذلك حدث ذلك في كرة القدم، ولكن ما أستطيع أن أقول أمام سموحة وإمبي والبنك الأهلي كنا أفضل، كنا أفضل كثيرا في هذه المباريات الثلاثة. أحيانا ربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هذه كرة القدم، وبالتالي الوقت كان قصير، وكنا نعلم من أول 8 مباريات بأننا سنواجه فريق انتهى أيضا في ضمن 6 فرق في ترتيب العام الماضي. الآن هذه المباريات بالطبع وادي دجلة أنا على يقين بأن ربما النتائج تتغير، يمكن تغيير النتائج إذا نظرت أيضا على
مقصة كانوا لديهم 13 و 15 نقطة وبالتالي لعبوا أمام المحلة أسوان وأيضا أمام الإنتاج فازوا. هذه هي الفرق لم نفارق بعد هذه الفرق ما زال كان وقت كبير ولكن كما قلت لك وكما تعلم أنني شكلت بناء فريق متميز وجيد بجهود والعمل كان متواصل وكان لكن كان الموسم غريب كما تعلم وكان هناك لدينا ثلاثة لاعبين مختلفين قبل الموسم ثم لاعبين أيضا كانوا في الفريق الأولمبي ثم لاعبين وقعوا 11 لاعبا جاءوا في آخر أسبوعين وقعوا الفريق قبل أن نبدأ الموسم وبالتالي الفريق كان حاجة إلى الوقت لإحداث التجانس وبالتالي أنا يمكن أن أقول بأنه أمام فريق الجيش لم نكن موفقين ولم نؤدي بشكل جيد وبالتالي لم نستحق أي شيء في هذه المباراة بخلاف المباريات الأخرى كنا الأفضل. إذن أنت بتتهم الوقت هو السبب أو ترتيب الجدول لكن ترتيب الجدول في نفس الوقت المباراة الصعبة اللي أنت اللي أي حد يخاف منها زي ما قلت حضرتك في البداية المقاولين الأهلي بيراميدز كلها عدت على خير بل إنه كمان عندك انتصار مهم يعني فوزك على المقاولين العرب ده فوز كويس بنك الأهلي حتى التعادل رغم إنه في آخر دقيقة كنت كسبان لكنه لما بتكسب وبتحقق نقاط في المباراة الصعبة الناس توقع منك ما هو أفضل في المباراة الأكثر سهولة. في البداية ليس هناك مباريات سهلة المسابقة نستطيع أن نرى ذلك في المسابقة إمبي وسموحة أنه أنهي في المركز الخامس والسادس العام الماضي وبالتالي ربما لم نكن محظوظين وكما قلت هذا يحدث في كرة القدم وفي كل مباراة وفي كل مسابقة. عايزك توصف لي شكل العلاقة مع الإدارة أعلم أنه في كيمياء جيدة بينك وبين المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة وأنه كان مساند ليك بقوة طول الوقت ماذا حدث؟ كانت علاقة كبيرة جدا خلال 11 شهرا مع رئيس النادي من أول يوم ومن أول عمل من أول عامل في النادي إلى رئيس النادي كل التواصل كان رائع. أعتقد وكما تعلم لا يستطيع أحد أن يحقق ما حققناه لا يستطيع أحد أن يقول بأنني لم أقابل ناس عظام أنا قابلت ناس كبار وعظام وقدموا كل الدعم هم أصدقاء سيظلوا معي أصدقاء طوال حياتي. قرار الاستغناء عنك تلقيته إزاي؟ مين اتكلم معك وإزاي؟ كما قلت كانت صدمة ودهشة بالنسبة لي ومفاجأة ولكن الناس دائما ليس لديها الصبر يجب أن نقبل نعلم ذلك يجب أن نؤمن بذلك ولكن أنا راضي عن نفسي لأنني قدمت كل ما لدي وحاولت جاهدا أن أضع مستوى متميز للفريق أن أضع الفريق في مكانة جيدة وبشكل احترافي وبطريقة احترافية مع كل شخص وكل لاعب في الفريق أعتقد أنني قمت بتدريب اللاعبين علمت اللاعبين أنهم يجب أن اللاعب ليس كما هو بحاله الآن ولكن كيف يمكن أن يكون كيف يمكن أن يطور من نفسه. كانت هناك ربما ثورة في كل جوانب الفريق والنادي كيف عاشوا حياتهم كيف يتدربون كيف يعدون أنفسهم للمباريات كل الأمور كانت على مستوى ما يرام وبالتالي هذه الأشياء التي تركتها خلفي عندما أذهب من نادي دائما أسأل نفسي ما حققت وما تركته للنادي وما أثر على الفريق واللاعبين الناس الذي عملوا معي هذه هي بطريقة صحيحة وسليمة. برضو مين بلغك قرار الرحيل؟ هل مستر ماجد؟ هل مستر حازم؟ يعني حصل إيه؟
No, Mr. Adham, مستر أدهم الرئيس التنفيذي بلغني بالقرار في هذا. يعني حصل أي حوار بينك وبينه؟ بالطبع بالتأكيد قلت له أنا هذه مفاجأة بالنسبة لي صدور هذا القرار بالاستغناء، ولكن هذا ما حدث، ودائما أغلق باب فسيفتح باب آخر في مكان آخر. أنت المدير الفني بتبقى مسؤول عن القرارات، رحيل 5 لاعبين من فرقتك، وسألتك هنا لما كنت ضيفي قبل بداية الدوري قلت لي إن أحمد رمضان بيكهام على وشك الرحيل، كابو وعبد الكبير الوادي وغيرهم من اللاعبين، مروان حمدي، رجب أعتقد كمان كان موجود مع الفرقة، يعني لعبة مهمة جدا، رجب عمران مسجلين 70% مروان ورجب من أهداف الفريق الموسم اللي فات، أثر على الفريق، وهل أنت تتحمل مسؤولية رحيلهم ولا ده كان بالاتفاق بينك وبين إدارة الفريق؟ No, it was a good communication. كان تواصل ما بيني وما بين إدارة النادي بخصوص اللاعبين المطلوب. مروان ورجب كانوا معارين، وبالتالي كان عليهم العودة إلى المقصة مرة أخرى. رفيق والوادي كان قراري بالطبع، لأنني أردت إحداث بعض التغييرات في الفريق. في هذا الوقت تقريبا كانت هناك فرصة لإحضار لاعب آخر في الدفاع الأيمن، وخاصة في فترة الانتقالات قررت أن آتي باركلي لكي يحل المشكلة التي ترك بيكام ربما وباقي اللاعبين. لم أكن أرغب في مغادرة بيكام، ولكن كان لديه عرض جيد جدا من الأهلي، وبالتالي كان طموح اللاعب أن يحترف في فريق كبير مثل النادي الأهلي. لم أستطع إيقافه عن مغادرة النادي ومن أجل تحقيق حلمه في الانضمام لنادي الأهلي، وبالتالي وقعنا إلى لاعب أيضا أجنبي لأجل الدفاع، وبالتالي كالديلون كان لاعب آخر وكنت أؤمن بي وبقدراته، وعندما أخذ فرصته في المشاركة في المباريات وأصبح في لياقته البدنية سيكون لاعب رائع، أنا سيساعد الفريق بشكل كبير. نعم، أنا اتخذت القرارات الخاصة برفيق والوادي لأنني في ذلك الوقت أردت بعض التعديلات في الفريق. لكنك كنت عايز رمضان يكمل بيكهام؟ Of course. لا شك كنت أتمنى. بيكام لاعب كبير ومحترف، ولكن كيف يمكن إيقاف لاعب من تحقيق أهدافه وطموحه في الانضمام لفريق كبير؟ وادي دجلة هو نادي يعطي الفرصة للاعبين صغار، هو قائم على هذه الاستراتيجية، وعندما يصبح اللاعب لديه عرض من فرق كبيرة يقوم ببيع اللاعب، وبالتالي وهذا جيد للنادي من أجل أيضا حصول على عائد مادي. أيضا الإنجاز الآخر الذي حققناه خلال 11 شهرا أنني قد أعطيت الفرصة للاعبين صغار 17 عاما، كريم، شريف، راشدن، حمدي، هم الآن لاعبين محترفين، وهم وهذا هو مستقبل النادي، هم وليد 2013 و3. هل تم أخذ رأيك في كل الصفقات اللي تعاقد معها وادي دجلة؟ مثلا صلاح أمين ولاعب بكنه له كل الاحترام، لكن كبير في السن حوالي 39 سنة، وصحيح سجل، يعني تم عرض الصفقات عليك الأول ووافقت عليها، ولا كان أحيانا بيجي لعيبة تقول خلاص هذا رأي الإدارة وأنا مضطر أن أنا أوافق عليه؟ No. على الإطلاق كنا دائما كل لاعب انتقل للنادي كان يتم عمليات التواصل والاستطلاع للرأي وبموافقتي، وكنا نناقش هذه الأمور وعملنا بشكل جيد مع حازم ومع الجميع. أعتقد أننا أدينا عمل جيد ومتناغم. صلاح أمين لاعب رائع
بالطبع رغم أنه متقدم في السن، ولكن في هذه الظروف التي يمر بها النادي والصعوب تناقل انتقال اللاعبين، أعتقد أننا وقعنا للاعبين تطور من مستواه ومن قدراته أيضا في الفترة الأخيرة. أيضا ألكسندر، قبلنا ألكسندر ووقع للفريق، وأنا 100% متأكد بأنه لاعب موهوب، كان في حاجة إلى التكيف مع الفريق ومن ناحية البدنية أيضا، وجورجينيو وياكوبسن يحتاجون وقت، ولكن لديهم المهارة، أنا متأكد بأنهم سيفيدون النادي كثيرا. بعد 8 أسابيع في مسابقة الدوري العام، هل نقدر نقول أنه دجلة كان مضطر للتغيير لأنه شعر أنه فرصه في البقاء في الدوري صعبة، ولا أنت شايف أنه كان في تعجل من دجلة، ولا أنت شايف أنه لا الفرصة كبيرة للبقاء في الدوري العام؟ دجلة سيظل في الدوري الممتاز، لن يهبط. أما فيما يتعلق بهذا السؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عليه، أنا لست أتخذ هذا القرار لأجيبك عليه للأسف. أشعر أنك حزين. ده طبيعي بالتأكيد، لأن جهود كل الجهود فجأة توقفت، كل مجهوداتي، وكما قلت نحن محترفين ونعرف كيف تسير كرة القدم، وهذا ما حدث، وبالتالي نذهب أحيانا. ضميت السنة دي أو مع بداية الموسم ضميت الحارس مسعد عوض بعد تألقه مع أسوان، طبعا بعترف بالمستوى الرائع لمحمد عبد المنصف، لكن البعض قال انه من الممكن انه عبد المنصف ممكن يريح بعض المباريات وتعمل نوع من انواع التبادل او روتيشن بين عبد المنصف ومسعد عوض. ليه ما اديتش المسعد اي فرصه حتى رحيلك؟ مسعد كان اختياري للانضمام للفريق، هو حارس مرمى أنا أؤمن به كثيرا، أؤمن بقدراته، وبالتالي كانت لديه إصابة، ربما لم يشارك الإصابة، بدأ في استعادة طبيعي ولياقته مرة أخرى عندما بدأت المسابقة، وبالتالي هو حارس مرمى أنا لدي ثقة كبيرة بأنه يمكن الدفع به واستبداء أيضا أوسا، وأنه كان له موسم رائع، وهو الآن وادي دجلة لديه حقيقة حارسي مرمى جيدين، مسعد أنا متأكد يستطيع أن يقود الفريق في السنوات القادمة. خليني أروح لفاصل، لكن قبل ما أروح لفاصل بالتأكيد لازم أعزي في وفاة الداعية الإسلامية الكبيرة دكتورة عبلة الكحلاوي عليها رحمة الله، كانت من السيدات الفضليات الحقيقة، واللي طلت على المشاهد المصري كل المشاهدين الحقيقة بوجه بشوش وطيب وجميل، وابتسامتها لا تزال يعني لدى الجميع، وهي من أسرة متدينة، والدها طبعا كان على رحمة الله الحاج محمد الكحلاوي خليك مع الله، ويعني لجل النبي، واخوها كمان المنشد الجميل، بلاش نقول يعني هو مش منشد لكنه كل يعني مشاركاته هي باغاني دينيه جميله جدا، احمد الكحلاوي من اسره طيبه وكريمه وجميله، ربنا يرحمها ويحسن اليها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه رب. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع مستر بابا فاسيليو المدير الفني السابق لنادي وادي دجله. بجد الترحيب بمستر بابا فاسيليو المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة. خليني يعني اتناقش معاك في بعض النقاط المهمة. في بعض الحاجات بتبقى مهمة للمدرب، يعني علاقتك بالإدارة، علاقتك باللاعبين، مدى استجابة اللعيبة للكلام اللي انت بتقوله، دي نقاط خلينا نتكلم عليها الأول. First of all
في البداية كما قلت لك بأن هناك تواصل جيد وعلاقة جيدة تربطني مع الجميع داخل النادي. حتى آخر يوم كنت في النادي لم تكن هناك أي مشكلات أو صراعات على الإطلاق. مع اللاعبين كان لدي علاقة تربطني علاقة قوية جدا ورائعة مع اللاعبين. بنينا هذه العلاقة من عبر حقيقة أنه يعلم أنهم يستمعون إلى الحقيقة مني. أنا دائما أقول الحقيقة، أحاول أن أسعى أن أكون دائما أمينا وأن أكون عادلا مع الجميع. أنا أطالب بأشياء كثيرة وملح دائما بأنه من المهم جدا للمجموعة أن تتواجد في التوقيتات مناسبة وعدم التأخير، وأن يكون التدريب بكل قوة وكثافة وإعداد أنفسهم للمباريات 100%. كل ما حققته كنت دائما صارم في هذه النقاط، وبالتالي كان العام الماضي مثلا مع اللاعبين تخطينا الحدود في كل الأشياء وكل المباريات. أعطيت أكثر مما وأعطوا أكثر مما نتوقعه دائما، ومن ثم علاقتي قوية بهم. هم يعلموا كيف أفكر، وهم يعرفوا أيضا بأنني أدربهم دائما ليكونوا لاعبين يمكن أن يكونوا أفضل، أن أستخرج الأفضل منهم دائما. كنت أقول لهم بأن مهمتكم ودائما وظيفتكم قصيرة، مستقبلكم قصير في كرة القدم، عليكم التضحيات. حان الوقت للتضحيات، وأن تذهبوا مبكرا للنوم، وأن تستيقظوا مبكرا، وأن تنظروا إلى حياتكم، كيف تشاهدون حياتكم، كيف تتناول طعامكم، كيف تأتون إلى التدريبات والمباريات، كيف تدير أنفسكم في الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة. دائما كمدير فني كنت دائما أقود هؤلاء اللاعبين وأظهر لهم دائما الطريق، لأن هذه المهنة قصيرة جدا، وبالتالي ربما يحصلون لبعض اللاعبين الشباب على أموال كثيرة، وعليك أن تريهم الطريق جيدا وترشدهم إلى الطريق. أعتقد بأن علاقتي كانت قوية مع اللاعبين ومع الجميع، وأنا على يقين بأنني أثرت كثيرا في مستقبل كثير من اللاعبين وفي النادي. كنت دائما أتحدث مع كل لاعب تقريبا في كل نقطة في حياتي، في كل جوانب حياتي. عندما كيف بدأ، ما هي مشاعره، وأيضا الجوانب الذهنية والعقلية، طريقة تفكيره. عملنا مجهود كبير مع اللاعبين حقيقة، وكنت أتابعهم دائما، وكنت دائما أتمنى لكل واحد من اللاعبين أن يصل إلى المستوى الذي يستطيع أن يحققه في حياته. مين كان الأقرب؟ يعني كل اللاعب علاقتك بهم جيدة، مين كان أكتر واحد في تفاهم بينك وبينه؟ يعني وصل معلوماتك، اللي حاسس انه قاري فكرك بسرعه. كان ربما هناك بعض اللاعبين الاذكياء في الفريق والمتميزين. اوسا، خالد رضا، هلال ايضا، عرفات رائع في غرفة تغيير ملابس مع اللاعبين حقيقة. معظم اللاعبين ربما الشخصية مختلفة، القلوب مختلفة، وكل شيء مختلف، ولكن عليك دائما أن تدخل داخل أعماق اللاعبين لكي تعرف كل المعلومات عنهم، تستطيع أن تتعامل معهم بشكل أفضل. يعقوب أيضا رائع، من أحد أفضل الدفاع في الأيس، جانب الأيسر. عديد متميزين كثير من اللاعبين، ولهم شخصيات متميزة، ولكن ما ربما كنت أفتقده وما كان يفتقده الفريق ربما هو الشخصية الكبيرة في الأوقات الصعبة. أحيانا هذا الأمر صعب جدا
أن تأتي بلاعب لديه كل هذه الخصائص وهذه الإمكانات وأن يتمكن أيضا بأن يقدم ذلك في اللحظات الصعبة. هل الملاعب أثرت على طريقة لعبك؟ يعني حالة الملاعب في مصر بتوصفها إزاي؟ أرض الملعب. أحد الجوانب الأسباب ربما the Egypt League is missing. التي يفتقدها الدوري المصري والمسابقة. We were a team that wanted to play always. كنا دائما نريد أن نلعب بطريقة صحيحة من بناء الفريق والملعب يلعب أرضية الملعب لديها دور كبير جدا في تأثير اللاعبين. بعض الملاعب ربما لا تستطيع أن تلعب عليها كرة قدم. أول مباراة لعبتها ربما ضد بنك الأهلي. ليس أرض ملعب لفريق في دوري الممتاز بتروسبورت الآن الزمالك يلعب كثير مباريات هناك ولكن أستطيع أيضا شكوى المدير الفني بالتأكيد أنت محق أن وعلى حق بأن تأثير أرض الملعب تؤثر بشكل كبير ويجب أن تكون كل الملاعب على مستوى رائع لأن هناك لاعبين متميزين لاعبين ولكن إذا أردت أن أظهر هذه المهارات وأن ترتفع مستوى كرة القدم المستوى واللاعبين أن يؤدوا بشكل جيد يجب أن تحل هذه المشكلة. My school. نعم نعم. My philosophy. نعم. I was very lucky to. ربما أنا كنت محظوظ أن يكون لدي مدير فني هو دائما ألهمني. One of them was Ege Gerald from أحد Holland. من هولندا وكان في النادي في اليونان لأربعة عشر عاما. Another coach that I had مدرب آخر أثر علي كثيرا كيفن كيغان في نيوكاسل وكان مدير فني لا يريد كل شيء على أرض الملعب كرة قدم سريعة كرة طويلة يلعب بمسافات وبتوقيتات أنا كنت في الأرسنال وهو كان مساعد أيضا في ذلك المدير الفني هو مدرب مبهر هؤلاء المدربين هم من أثروا في شخصيتي وفي فلسفتي وفي كيف أدير المباراة. حاسس أنك مش محظوظ أنك كنت تقدر تمسك نادي أكبر زي الأهلي وزي الزمالك أو أحد الأندية اللي بتنافس على البطولات في مصر زي بيراميدز وممكن لو أنت أتيحت لك الفرصة مع نادي من الأندية دي ممكن تحقق بطولات. I'm definitely a coach for a big team. أنا بالتأكيد أنا مدرب لفرق كبيرة. الطريقة التي ألعب بها والجو والإمكانات التي ألعب بها مع اللاعبين والنتائج التي يمكن أن أحققها عقلية اللاعبين الفرق الكبرى ربما تعطيك أيضا إلى مستوى آخر. لكنه في النهاية السنة اللي فاتت بتصارع من أجل عدم الهبوط. السنة دي بعد 8 مباريات عدد النقاط 6 نقاط وبالتالي ما بتنافس. أنا بكلمك لو بتكلم أو بتدرب نادي عنده الإمكانيات عنده الفلوس عنده اللعيبة اللي بتخليه ينافس على البطولة وضربت مثالين بالأهلي أو الزمالك أو بيراميدز اللي هم أول وتاني وتالت الدوري المصري. It's much easier. بالطبع أسهل كثيرا أن تقود أحد هذه الفرق أن تدرب فريق لدي هذه الإمكانيات وهذه عملية التنظيم والفلسفة والطريقة التي أريد تنفيذها في الملعب مع لاعبين متميزين أكثر سهولة بالتأكيد عقلية اللاعبين أيضا والنادي أيضا وتاريخه هذا موضوع بالتأكيد قصة أخرى ولكن أحيانا يكون لديك بعض الامتيازات ربما تبدأ مع فرق ربما لها هذا المستوى ولكن أنا دائما أقول بأن المدير الفني الجيد يمكن أن يحقق نتائج أيضا مع فرق صغيرة وبالتالي
السيرة الذاتية الخاصة بي والفرق التي عملت معها كنت دائما أحقق نتائج رائعة ولكن ربما صعب تجد صعوبات مع الفرق قبل نهاية إفريقيا سألتك مين اللي ممكن يفوز بالبطولة الأهلي أم الزمالك كانت إجابتك قاطعة وهي النادي الأهلي بنتها على أي أساس والآن بعد مرور 8 أو 9 مباريات من مسابقة الدوري العام شايف البطولة الأقرب لها مين؟ ما زال الوقت مبكر لتوقع الفائز بالبطولة لكن أرى بهذا الموسم أن الروح والزمالك أكثر منافسة هذا العام على البطولة مختلف تماما الزمالك عن العام الماضي بروحي وبالتالي هذا العام سيكون متنافسي جدا ما بين الأهلي والزمالك مستوى العام الماضي لم أرى ذلك لم يكن ربما الأهلي في الجولة الأولى وفي الدور الأول كان متقدما بشكل كبير لكن أستطيع أن أرى أيضا النيران أيضا وفي عيون لاعبي الزمالك والقوة للتنافس في كل كرة وكل مباراة أعتقد أن هذا العام الزمالك فريق مختلف تماما عن العام الماضي لم يتغير كثيرا ولكن نفس اللاعبين ولكن طموح مختلف تماما درجة على المدرب أحيانا المدرب ربما أحيانا موقع والبطولة نفسها الزمالك لديه لاعبين كبار ومتميزين ودون مصطفى محمد ربما لو ظل مع الفريق سيكون له شأن آخر وإضافة كبيرة للفريق ولكن هناك صعوبة أيضا أن يبدأ بهذه المباريات أعتقد سيكون موسم رائع للزمالك والأهلي خلينا نروح لفاصل من جديد وأرجع أكمل حواري الممتع مع مستر بابا فاسيليو المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين بجد ترحيب بضيف العزيز مستر بابا فاسيليو المدير الفني السابق لنادي وادي دجله بعد الفتره اللي قضيتها في مصر شايف الدوري المصري ازاي شايف المنافسه ازاي في الدوري المصري شايف سلبيات الدوري المصري شايف ايجابيات الدوري المصري ازاي بعد مرور 11 شهر في مصر ومشاهدة ما حدث مستوى الدوري المصري المستوى رائع جدا المسابقة لديها ربما بعض اللاعبين الرائعين والمتميزين من الناحية البدنية وأحيانا كل اللاعب ربما ودوري أحيانا تطغى عليه بعض المشاعر أو العاطفة ولكن لديه إمكانات كبيرة ودوري متميز فرق متميزة نحن بالطبع ندرس كل فريق وكل اللاعبين في كل فريق ومستوى اللاعبين وبالتالي لدى كل فريق 4 أو 5 لاعبين على أعلى درجة من الكفاءة يؤثرون على الفريق ويغيرون من مجرى المباريات وبالتالي المنتخب الوطني المصري واللاعبون المشاركون والذين هم محترفين أيضا في الآخر في الخارج عفوا الفريق الأولمبي ومنتخب الأولمبي أيضا لديه لاعبين أكفاء أنا على يقين بأنه وكما قلت لو عملية التنظيم تمت بشكل أفضل والملاعب كانت بشكل أفضل والاحتراف زاد أيضا من اللاعبين بالخارج لأنني أعلم جيدا مستوى الثقافة وكيف تؤثر العقلية والثقافة لدى اللاعب عندما يهتم بحياته ويهتم بأن يعمل بمستوى يستطيع أن يساوي أيضا مع المستوى في الدوريات الأوروبية سيكون اللاعب في مكان آخر وسيتطور بشكل كبير ربما أنا أتحدث معك لأنني أفضل هذا المستوى ولكن هناك طموحات ربما طالما تفضل هذا المستوى هل عندك فرصة تستمر في مصر هل تلقيت عروض من أندية مصرية وإمتى تتضح الرؤية
هناك رغبة ليس فقط هنا في ولكن أيضا هناك بعض العروض من الدول المحيطة دول الخليج، ولكن سأظل هنا لمدة شهر آخر لاستطلاع الخيارات التي أمامي، وبالطبع أفضل البقاء في المسابقة في مصر بالتأكيد. حد كلمك؟ Did anybody speak with Pardon? Yes, yeah, I had some talks. نعم هناك بعض الحديث اللي تم. And they are كويسة؟ Yeah. بالتأكيد. Yeah, yeah. خلينا ناخذ I'm sorry تفضل. No, the next days, the next. ربما الأيام والأسابيع القادمة ستظهر الحقيقة. ناخذ صديقك محمد عبد الواحد، صمم إنه يعمل مداخلة، سألته قلت له تحب يعني إنه يعمل مداخلة، قال لي مو ماي بيست فريند، صديقه العزيز يعني. كابتن محمد مساء الفل عليك. مساء الخير كابتن شبير حبيبي، وحشني وتحياتي المستضاف في السيريو. بيمسي عليك. بيسلم عليك. هلو مو، هاو ار يو ماي براذر؟ يعني بيقول لك يعني مفتقدك وبيحبك. محمد عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه لمستر بابا حسين؟ عايز من خلال برنامج اشكرك يا كابتن شوبير، ان الراجل اللي احنا اتعلم منه كتير، ادى للفريق حاجات كتيرة، اتعلمنا احنا الجهاز المصري اللي معاه كله، بنشكره على الفترة اللي هو قضاها فوق الدجلة، غير شكل الفريق. السنة اللي فاتت أبقى وادي دجلة في الدوري الممتاز، وكان له دور كبير في ان هو كان جايب على الدور الأولاني، وكانت نتائج سلبية وقدر يقعد الفريق في الدوري الممتاز السنة اللي فاتت. طبعا لسوء النتائج اللي بدأنا فيها السنة دي ما كانش متوقع. الراجل عمل كل اللي عليه، اهتم بكل التفاصيل، اشتغلنا فترة إعداد بصورة منظمة. احنا انا على المستوى الشخصي انا اتعلمت منه كتير جدا، ومن خلال برنامجك عايز اشكره واقول له يعني اني اتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه. عمرنا ما ننساه. انا على المستوى الشخصي اتواصل معاه على طول، لان مدرب محترف، مدرب انا اتعلمت منه زي ما قلت حاجات كتيره، مدرب منظم، مدرب عنده بلس من الحته الدفاعيه والهجوميه، بيشتغل على كل تفصيل. مدرب علاقته باللعيبه بالجميع كلها، بالجهاز الفني، باللعيبه، علاقه ولا اروع. اتمنى له التوفيق، لانه هو فعلا يستاهل انه يكون موجود في نادي في الدوري المصري، لانه قدر يطور من اداء وادي دجله، وقدر يحطنا في المكانه المظبوطه السنه اللي فاتت. وبفضله وفضل الله ثم 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 هو المستر فاسيل هو لاعب الدجله السنه اللي فاتت. فعايز اشكره من خلال برنامجك، الناس كلها بتتفرج عليك، الناس برنامج مسموع. عايز اقول ان الناس كلها في وادي دجله تشكرك، بدايه من رئيس النادي لحد اصغر واحد في وادي دجله بنشكرك على الفتره اللي انت قضيتها مع وادي دجله. مو ثانك يو سو ماتش. مو شكرا جزيلا على انت تعلم مشاعري وتجاهك، انت تعلم نحن عملنا معا كما مثل دائما كما ولو كنا نعمل طوال الحياه مع بعض رغم الفتره القصيره. واشكرك ايضا شكرا جزيلا على كل يوم قضيناه معا وعملنا معا، والتفاصيل التي دائما كنت تظهرها لي جعلتني أيضا أتكيف مع الدوري المصري ومع الثقافة المصرية ومع الأجواء المصرية، وكنت أستمتع بالعمل. أنت أسطورة، أنت أخ لي، ودائما دائما سنظل معا. أنا سعيد جدا بالمكالمة دي، الحياة نوع من أنواع الوفاء والاحترام. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل الأسئلة السريعة مع مستر بابا فاسيل. الأسئلة السريعة مع مستر بابا فاسيليو. ناخد السؤال الأول، المرشح الأول للفوز بالدوري العام هذا الموسم هو؟ تضعني في موقف صعب. قلت لك لا أستطيع التنبؤ الآن لأنه ما بين الزمالك والأهلي في الوقت. الزمالك كله. بيراميدز عنده فرصة يفوز بالدوري؟ Well, Pyramids signed some incredible players. بيراميدز لديه بعض اللاعبين الأكفاء، وتوقع لاعبين متميزين، ولكن لم أشاهدهم إلى الآن. And yeah, I don't see the spirit. لكن لا أرى الروح التي هي تمتلكها الأهلي والزمالك في بيراميدز إلى الآن. But they have amazing players. ولكن لديهم لاعبين أكفاء. أحلم بتدريب الأهلي أو الزمالك وتحقق معهم كل البطولات. Pardon? أحلم بتدريب الزمالك أو الأهلي
ولو حدث سأحقق معهم كل البطولات. If I am yes. in one of those teams, yeah. of course, this. طبعا لو لو قمت تدريب أحد الفريقين. There is no second. You always you want to achieve the first. لن يكون هناك مفر من هدفي هو إحراز اللقب بالطبع والفوز بكل مسابقة سواء الكأس أو الدوري أو دوري الأبطال أو المسابقة المحلية. بالتالي هدفك هو دائما الفوز بالبطولات. بطولة أفريقيا هذا العام لن تخرج عن الأهلي أو الزمالك مثل العام الماضي. I think they have all the, أعتقد لديهم كل الإمكانات أيضا لتكرار ما حدث العام الماضي. بالتأكيد الحصان الأسود في الدوري المصري حتى الآن هو فريق the black horse, the black horse. you mean نعمل مفاجآت surprise good results يعني مين a player or a team no team. خلينا نبدا بالتيم. Unexpected is Guna. Guna. Yeah, for me is. بالنسبه لي الجونة بداوا بشكل رائع جدا. افضل لاعب في الدوري من وجهه نظري حتى الان هو the best player. افضل لاعب at this moment. نعم. حتى الان I think Sharif is اعتقد شريف having a wonderful season. لديه موسم رائع. محمد شريف من وادي دجله. No. محمد شريف الاهلي سوري. ان الاهلي يا. انت المره اللي فاتت برضه اتكلمت على محمد شريف، ليه قناعتك الشديده بمحمد شريف؟ Because انا مقتنع لانه منذ اللحظه الاولى التي جئت هنا شاهدته امام امبي. نعم. And I saw the quality. ورأيت إمكاناته وتحركاته وأيضا في الثلث النهائي في رأيت إمكاناته وأنه لاعب كبير وبالتالي لاعب آخر ربما قلت العام الماضي هو مصطفى محمد. وأنت ترى الآن جلاتا سراي وبعض الأندية الاحتراف يستطيع ان يصل الى مستوى كبير. النادي اللي نفسك تدربه لو رجعت مصر تاني؟ اختار وان كلب نادي واحد. اوكي فيري ديفيكالت. صعب السؤال. يا ذا تشامبيونز الابطال الاهلي. الاهلي النجم الاول لوادي دجله طول ما انا كنت مدير فني للفريق. The star. Nah. A player that I believe so much. اللاعب الذي أؤمن به في فريق وادي دجلة وأنا متأكد تماما إذا اهتم بحياته وب. If he have consistency. وإذا كان لديه عملية اتساق هو محمد رضا. محمد رضا. Born in 2000, مواليد 2000. أنا افتقدته في آخر 3 أو 4 مباريات بسبب وباء كورونا. أنا افتقدته في هذه المباريات لأن كل مباراة كان يشارك بها كنا نحقق نتائج رائعة. لاعب غير محمد رضا في وادي دجلة يستحق اللعب لمنتخب مصر. From Wadi Degla? Nah. Marai. For sure. Nah. بالتأكيد Marai. أخطر مهاجم في فرق المنافسة كنت بحذر لعبت منه غير مصطفى محمد. There is so many good players. هناك العديد من المهاجمين المتميزين. The player that هناك لاعب الأهلي ساين ناو في وقع معه الأهلي الآن من الجونة. ولاعب خطير ربما ما زال يبحث عن طريقه عن طريقه ولكن هو لاعب خطير جدا. أنا أيضا أحب محسن. صلاح محسن ولا مروان محسن؟ صلاح محسن. لعيب كنت اتمنى انه انضم لنادي وادي دجله وانا بدرب وادي دجله.
عبد الله السعيد. عبد الله السعيد، اخر سؤال، نتيجه بيراميدز والاهلي هتكون مؤشر على بطل الدوري العام ولا لا؟ 12 تو ايرلي، لسه بدري، مبكر جدا، لسه بدري. بشكرك، بتمنى لك التوفيق، ودايما بسعد بلقائك، واعتقد ان شاء الله هنلتقي مرات اخرى قادمه. Thank you very much. A very pleasure. I would like to meet you again. Thank you so much. Also. Thank شكرا you جزيلا. شكرا. شكرته وقلت له اتمنى ان انا اشوفك مره ثانيه. بشكركم اعزائي المشاهدين، خلص الكلام، مسك الختام. سلام.